صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع ايت سمارت واليوم زميلتي رندا فهد معي واليوم بدها تحكي لنا عن المغنيسيوم. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. هل كلنا بحاجه لمغنيسيوم رندا؟ كلنا بحاجه لمغنيسيوم ايه، لانه ولكن الجسم هو يعني بالاكل اللي عم ناكله نحن بكثير اوقات عم ناخذ كميه المغنيسيوم اللي نحن بحاجه لها. وسؤالك اللي انا فاهمه شو بدك تساليني، سبلمنت، والجواب هو لا. وهلا بسياق الحلقه رح نعرف. بس قبل بدك تجاوبي على سؤال من اسئله المشاهدين على الأكيد، وبعدين خبريتك. على الاكيد رح ذكر المشاهدين دائما يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وبتكونوا عم بتتابعوني. كثير اسئله سالت هالاسبوع، ولكن حبيت هيك ضوي على سؤال اللي هو اللي بياخذ بروبايوتيك سبلمنتس، المتمم البروبايوتيك، هل هو لازم ياخذه مع الاكل قبل الاكل او اني تايم؟ فنحن ما كثير بنحكي بهالموضوع. واللي بدي اقوله انه صحيح نحن فينا ناخذه بحيال لوقت، ولكن وقتها ناخذه عري او قبل الاكل بنص ساعه بنكون عم نساعد هالبكتيريا الجيده، نعطيها وقتها لهي تدخل على المصران وتكون عم تشتغل بطريقه اصبر. انا نسيت الحب اليوم. هلا تذكرت. بدل فيك تاخذيها بعدين. فيك تاخذيها قبل ما تغدي، فيك تاخذيها قبل ما تتعشى، حتى فينا ناخذها نحن نكون اكلين وبعد نمنا بعد ثلاث اربع ساعات فينا ناخذها قبل النوم. في منهم بياخذوا حبتين كمان. حسب ستيفاني، حسب نوع البروبايوتيك. قديش في كمية البكتيريا ونوعية البكتيريا وليش نحن عم ناخذه. ويعني هيدا بنرجع موضوع الحلقه اكيد بنرجع نعمل حلقه أكيد. خبريتك اليوم بدي احكي عن مرضى الكلى وعلاقه هالشيء بنقص فقر الدم عندهم. فنحن فقر الدم اللي بنقول له انيميا اللي بيجي من عده اسباب، ومنها وقت يكون الحديد واطي بالجسم، او منها مشاكل بالفيتامين بي 12 والى اخره. طبعا نحن هيك شوي لاعطي بريفنج، معقول فقر الدم يصير للاولاد هن وعم ينمو، بيصير للعدائين، اوقات الامراه بسن اللي هو سن الانجاب وقت يصير عندنا نزيف، اما الجسم على المينوبوز كمان على قبل وقت يكون في اكثر، عم يعني وقت يكون الامراه البيريد الدوره الشهريه عم تجي على طول. في ناس بري مينوبوز بصير عندهم نزيف مثل ما قلتي، وطبعا لكن هول اكثر الاسباب. كمان عندنا قلنا اذا جسم ما عم يقدر لسبب او لاخر يمتص الحديد. هلا بيجي عندنا موضوع اللي هو موضوع الاشخاص اللي هن عندهم مشاكل بالكلى، وهيدي المشاكل عم تخلينا نوصف لهم رجيم اللي هو قليل بالبروتينات اللي هي بتحتوي الحديد. فاذا تلقائيا هن لازم يخففوا الاشخاص معينين، الكرياتينين عندهم عالي مثلا، البومين عالي، المايكرو البومين الى اخره، فبدنا نكون عم نوصف لهم الاكل اللي هو كثير محدد بالبروتين. فهول الاشخاص حتى بيصيروا يخافوا الزياده وياكلوا بروتينات كثير اقل، فاذا كميه الحديد اللي عم ياخذوها كثير اقل، كميه البي 12 اللي عم ياخذوها كثير اقل، خفت كثير. هلا هون لازم انت شو فينا نعمل؟ هل فينا نعطيهم اكل زياده بيحتوي حديد؟ لا، لانه هون عم نعطي بروتينات زياده ما بيسوى للكلوه، مشان هيك لازم ينعطوا هون المتمم الغذائي اللي فيه حديد. هلا شو صار بهالدراسه؟ وقتها ناخذ متمم ويعلى الحديد بالجسم كمان بضر الكلوه هذه الشغله، ولا بالاكل اكثر؟ وقت ناخذ متمم ابدا ما بضر الكلوه. مشان هيك مريض الكلى اذا عنده فقر دم لازم ياخذ متمم غذائي. اوكي. هلا تبين هون انه الاشخاص اللي هن ما عم ينعمل لهم سكريننج، يعني هو مريض كلى ما عم ياخذ بروتين وما عم ينتبهوا اذا الحديد مضبوط بالجسم اما لا، هالشيء عم يؤدي الى ثلاث اشياء كثير مضرين. اول شغله انه الكلوه عم تتعب زياده،
وهال deterioration دي هي عم تتدهور، حالته عم تتدهور اسرع، عم يؤدي كمان لمشاكل، مشاكل بالقلب ولا ذبحات قلبيه. فاذا هون ما فينا نهمل هالشيء، عم ننتبه نحن في عندنا شيء بالاكل ما عم نقدر ناخده، بدنا نعمل سكريننج، بدنا نشوف نحن فحص دم، فحص دم بدنا نطلع فحص الدم. طبعا الطبيب هو بيعرف، ولكن اوقات نحن علينا نلفت النظر لهالشيء ونطلب انه نكون عم ناخذ متممات من الحديد. حديد كثير منيح. تنرجع لموضوعنا المغنيسيوم. للمسلز مغنيسيوم، اذا تعبانين مغنيسيوم، اذا واحد معه ستريس بياخذ مغنيسيوم. يعني هلا الكل عم بيقولوا لازم الواحد على صحه السلامه ياخذ مغنيسيوم، هل هيدا الشيء مزبوط؟ لنبلش انه مثل ما قلت ستيفاني، المغنيسيوم هو كثير منيح، مهم للعضل، هو المغنيسيوم مهم ليعطي طاقه، المغنيسيوم مهم كمان للمود. مش ليش؟ لانه مهم للجهاز العصبي، فهذا كله بتشوفي كيف عم يرتبط كله مع بعضه. هلا في عندنا شغله هون انه رح نحكي قد هو مهم كمان للاوستيوبوروسيس، قديش مهم ليجنب التايب 2 دايابيتس، السكري تايب 2. هيدا المغنيسيوم كمان بدنا نقول وين نحن بنلاقيه بالاكل. بكثير اكل موجود مغنيسيوم، مثلا مغنيسيوم موجود بالمكسرات. يعني انا اذا بدي احكي باخذ الكمشه اللوز اللي بتطلع 30 جرام، هيدي بنقول للحصه بيطلعوا تقريبا بين 20 24 حبه، بيكونوا عم يعطونا 20% من حاجتنا للمغنيسيوم. فنحن اذا اكلنا مكسرات، اذا اكلنا بقوليات فيها مغنيسيوم، اذا اكلنا الحبه الكامله فيها مغنيسيوم، الحليب واللبن كمان بيحتوي على المغنيسيوم. فنحن بنشوف هون من خلال تناولنا الاكل عم ناخذ المغنيسيوم، وبنقول دائما كل ما نحن عم ناكل اكل منوع عم نكون عم ناخذ المعادن والفيتامينز اللي نحن بنحتاجها. هلا بدنا نعرف هون هل عندنا نقص بالمغنيسيوم؟ نحن اذا في نقص بالمغنيسيوم شو رح يصير معنا؟ الاشياء اللي هي على الخفيف اللي عم نقولها ما بنعود ننام مظبوط، الاشياء اللي هي بصير عندنا وجع راس، مسلز بيوجعونا، اللي بصير عندنا وجع بالمسلز، وخصوصا بنقول لهيدي الاجر اللي بصير ترجف اما تحرك، وبطت الاجر هيك اوقات بتجمد بتحسيها مظبوط عضلت مظبوط. فاذا هون، ولكن كمان وقت نحكي انه في نقص كثير بالمغنيسيوم بصير عندنا مشكله بالاوستيوبوروسيس، ترقق العظم، لانه حتى وجود المغنيسيوم بيساعد شغل الكالسيوم والفوسفورس، فوقت ما يكون المغنيسيوم موجود حتى هوليك بيتاثروا، فبيصير في اوستيوبوروسيس. مثل ما قلت اذا كان كثير قوي معقول يؤدي للسكري تايب 2. هلا السؤال هو هل نحن ليه للسكري تايب 2؟ كمان فقر، يعني قله المغنيسيوم بينت انه هي بتؤدي لهيدا الشيء. هلا لانه البروسيسز اللي بيشتغل فيها كرمال يكون عم نشتغل بالجلوكوز كمان هون بتكون تاثرت ستيفاني. هلا هل نحن بالهين بصير معنا نقص بالمغنيسيوم؟ الجواب هو لا، المغنيسيوم اجمالا متوفر، هيدا اللي نحن عم نحكيه. فانا هول السيمبتومز اللي عم اقولهم مش بالسهل يكونوا عند انسان عادي، صحته عاديه. هلا إذا نحن أشخاص عم ناخد أدوية ضد الريفلوكس، معقول يصير عنا نقص بالمغنيسيوم. إذا نحن أشخاص بنرجع على عنا مشاكل بالكرونز، أما مشاكل التهاب المصارين، معقول يصير عنا نقص بالمغنيسيوم. رح احكي العكس عن الدايبيتس، اذا انا شخص معي سكري تايب 2 معقول يكون عندي نقص بالمغنيسيوم. طبعا كل ما عم نكبر بالعمر نعرف نحن جسم ما بيعود يمتص المعادن بطريقه مضبوطه ومنها المغنيسيوم. الاشخاص اللي هن بياخذوا الكحول وبيشربوا كثير كحول كمان رح يكون عندهم نقص بالمغنيسيوم، والاشخاص اللي بجمعوا مي وبياخذوا حبوب لتشيل المي من الجسم معقول يكون عندهم مضبوط الدايوريتكس. رندا، اذا واحد ما معه نقص وبياخذ سبلمنتس شو بيصير؟ هلا رح نحكي، طيب انا ما معي نقص بهول كلهم بس انا بدي اخذ مغنيسيوم مثل ما سالتي، شو رح يصير؟ اول شيء تنام احسن. أوكي. احسن ما الواحد ياخذ حبوب
لينام ادويه يعني ناخذ مغنيسيوم تنام أوكي. احسن تنرتاح بيتغير المود وهيك. هلا رح احكي هون على شغلتين. اوكي اول شغله، هل في دراسات بينت انه المغنيسيوم بيريح المود اما المغنيسيوم بيساعدنا لانه ننام؟ اما المغنيسيوم بيريح من هول الكرامبس اللي عم تحكي عنه ستيفاني. في عنا دراسات كانت متناقضه. اوكي اوكي وفي دراسات بينت انه الاشخاص اللي هن بياخذون او بياخذوا بلاسيبو، يعني اللي هو شيء نحن رح نقول لهم مغنيسيوم بس منه، رح يحسوا بنفس الوقت يرتاحوا نفس الشيء السيمبتومز. والمشكل انه نحن بفحص الدم مش دغري ببين لنا هالنقص غير ما يصير سيفير لننتبه، يعني مش حيا الا هيك عملت فحص دم وبين انه عندي نقص بالمغنيسيوم. فهلا السؤال الثاني انه انا باخذ مغنيسيوم بكميه معتدله من خلال السبلمنتس، هل هالشيء معقول يضرني؟ جواب هو لا. وبننتبه كثير اوقات انه المغنيسيوم بينعطى مع اشياء ثانيه ليساعد، مثلا بتاخذي مغنيسيوم بي 6، رح اعطي مثالين هيك سريعين، مغنيسيوم بي 6 اثنيناتهم بيشتغلوا ليريحوا للمود، يعني اجمالا بتاخذيه وبتاخذي معه البي 6. في مغنيسيوم فيهم بي 12 كمان. مظبوط. يعني كان بدي اسالك هالسؤال، ليش هالكومبينيشن مع بعض؟ هلا سو مغنيسيوم بي 6 للاعصاب بيريحوا اكثر. مغنيسيوم بي 6 تريبتوفان، حطينا ماده كمان من الامينو اسيدز من البروتينات، ساعدتنا نكون عم نرتاح وساعدتنا هون كمان ما نكون عم نجوع، يعني بيكون هالحاجه لانه ناكل ونلقمش خبريه بالليل. حلوه كمان بتخف. أوكي. عندي كمان انواع من المغنيسيوم بنحط لهم بروتينات معينه مثل ما قلتي ليساعدونا ننام، فهون بده يكون في هالكومبينيشن سوا لحتى يكون عم نعرف اي مغنيسيوم عم ناخذ 100%. فاذا هول المغنيسيوم بدنا نعرف نحن كيف عم ناخذهم ليكونوا عم بيساعدونا. وبرجع على السؤال، هل معقول انا يصير عندي توكسيسيتي اما انضر من كثره المغنيسيوم؟ دائما نحن هيك بلفت النظر انه انا اذا عم باخذ مغنيسيوم سبلمنت وبعدين حدا قال لي لازم اخذ بي 12 اوكي كرمال الخلايا الحمر عندي، واخذ بي 12 اللي معه مغنيسيوم ومسائبة انا عم باخذ مالتي فيتامين اللي هو فيه مغنيسيوم، فاذا لاحظنا هون عم ناخذ كثير زياده. اول شغله بنحس فيها كرامب بمعدتنا واسهال، يعني دائما هيدي لما عم ناخذ اكثر كرامب اسهال ولعيان نفس، فاذا رح تحسوا هون بدي تنتبهوا وين عم باخذ مصادر المغنيسيوم، ساعتها بنشوف وين بدنا نشيل وين بدنا نخفف، فبنرجع انه ايه كثرته اكيد رح تكون عم تضايق خصوصا اذا اخذنا سبلمنت. هلا بنرجع بنقول الشوكولا اذا اكلنا كثير لانه فيه مغنيسيوم فيه كميه كثير صغيره اوكي بس الكميه يعني فينا ناخذ شوكولا وناخذ كمان حبوب. عم بمزح لانه شوكولا هو لانه طيب، عرفتي يعني بحسن المود لانه طيب في مغنيسيوم، ما نحن اذا بنعمل هيك ما بنعود نحتاج بس شوكولا نوار لانه كل ما كان دارك يعني عم تحطي كاكاو أكثر، الكوكو تبع الشوكولا اللي هو في مغنيسيوم أكثر، فهون ستيفاني يعني معك حق 100% اللي عم تقولي إنه نحن إذا من خلال أكلنا ومن خلال طريقة الأكل ومن خلال الراحة اللي عم نعملها من خلال قد عم نعمل رياضة ومقابلة قد عم نرتاح، ما هذا كله بنكون عم نشتغل مظبوط لجسمنا. الوقت اللي نحن ما عم نشتغل مظبوط بهالطريقة نحن بحاجة لناخذ سبلمنت، عرفتي كيف؟ هيك ومثل ما قلت أنا لأي عمر فينا نعطي مغنيسيوم رندا؟ بعد 12 سنة، لأنه هلا الأولاد أوقات بحسوا بخمول، عندهم كثير درس، بيعملوا ستريس، عندهم فحوصات، فينا نعطيهم؟ بيعمل ستريس، عنده فحوصات، بدنا نعلمهم كيف يتنفسوا مظبوط، يروحوا يفضوا بالسبور. مثل ما قلنا تعبهم للولاد مش ضروري يكون من وراء المغنيسيوم ابدا، يمكن عم يسهروا عم يوعوا بكير، فاذا انا ستيفاني جوابي هو لا. أوكي. ما بعطي الاولاد هيدا السبلمنت الا اذا في حاله صحيه وعدم قدره على الامتصاص، عندنا اولاد عندهم مشاكل كرونز ساعتها هون، اما مشاكل بالمصارين عندك، فاذا مشاكل المصارين اللي ما عم يقدر يمتص المعادن بكيس
بيسز معينه نحن بحاجه لنعطي، بس والا بعمرهم لا جسمهم عم، واكيد نحن عم نعطيهم الغذاء المضبوط، فبعمرهم هن عم ياخذوا المغنيسيوم مضبوط، وبدي اشوف تعبهم كمان من ورا شو، اكثر لولاد تعبهم بيجي من ورا فقر دم اذا صار معهم مشاكل فقر دم، بس مش من ورا بالتحديد المغنيسيوم. بدي احكي كمان شغله عن المغنيسيوم، هلا كثير تستعمل، هلا قلت انا اذا استعملنا بطريقه بكميه عاليه معقول تعمل اسهال، بس عندنا انواع من المغنيسيوم نحن بنستعملها للاشخاص اللي عاملين كتام، فاذا هون كمان بيساعد بيساعد كمان يفوتوا على التواليت. خي شو هالمعلومات الحلوه. ثانك يو رندا، هاف ا بليس داي. مشاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم على 11 للثلث مع شيف جاد بواتس كوكينج.